القلب فاضي. قالوا لي اليوم انت اللي حتعرف تقرره للعسل، فانا حقررك اليوم. شو فاضي؟ انا بقولكو زي ما بقولوا عندنا في البلد، بقولوا حصرة. طيب كمان سؤال، كمان سؤال من الفانز عم بيسألوا انه ليش من اخر تجربة مثلا اللي فشلت من جان هيك ولا شو؟ هيدا مش مني، هذا ما خصني. انا طيب انا بدي اماني، هاي من الفانز تبعك. يعني ما يعني شوف، اول شغلة كل شيء نصيب طبعا. يعني انا بني ادم يعني ستريت، بحب انه ان شاء الله انا مش زعلان. يعني انتم انا بدي اوجه لهم هالسؤال، انا يعني اذا تجوزت بدكم تزعلوا مني؟ ان شاء الله يا ربي. يعني انا يعني شوف، المشكلة هي يعني هذا قلت لك، الوسط صعب انك تكون، حتى لما يعني بدك تتطلع ويكون عندك خيارات، خياراتك بتكون صعبة انك تيجي حتى كمان انك تتزوج عشان اكون معاهم من الاخر. ايه من الاخر. وتيجي هيك، طب ما بنفع، لازم يعني يكون بدك تعرف يا اخي. يعني مش راح اجي اتجوز واحدة والله بدون ما اعرفها وتعرفني فترة من الزمن. واكيد يعني ما بتقدر يعني حدا يكون شريك حياتك بدون ما انت تحبه، صعب. لكن في شغلي صراحة اقول لك كتير صعب الموضوع. ان شاء الله نفرح فيك قريبا. حقيقة كتير صعب، حتى انا كمان انا بدي ازيده من شعر بيت. انا الامي بتضغط علي كتير على مش بس انت، مش بس انت عم تسأله عن القصة. يعني يعني الحجة الله يعطيها الصحة يا ربي. يعني كتير، ويعني ان شاء الله بقول يا ربي. وانا يعني واضح معك، انا يعني يوم ما الاقي بنت الحلال على طول. بس هلا ما في، هلا ما في شيء ما لا هلا ما في شيء للاسف. طيب. كمان عشان اكون معهم واضح. كمان سؤال لفتي كمان من